قال ايه مراد ابن ادم؟ قلت له طقه. قال ايه يكفي منامه؟ قلت له شقه. قال ايه مراد ابن ادم؟ قلت له طقه. قال ايه يكفي منامه؟ قلت له شقه. قال ايه يعجل بعمره؟ قلت له زقه. قال لي محدش مخلف. قال لي محدش مخلف. قلت له لا. قال لي مدام ابن ادم بالصفات دي نويت احفظ صفات ابن ادم كل ما اترقى. سيبني يا زمن احكي على الوقايع. سيبني احكي عن الابن اللي عايز بالمسطره يحاسبني. ما تسيبني يا زمن يا ما تسيبني يا زمن يا زمن. ما تسيبني يا زمن احكي على الوجايع. سيبني احكي عن الابن اللي عايز بالمسطرة يحاسب. أحكي عن الأخ. أحكي عن الأخ اللي يعشق خسارتي ويكره يكسب. أحكي عن الصاحب. أنا أحكي عن الصاحب. أحكي عن الصاحب اللي خان العيش وعايز ينسب. أحكي على ناس عايشة معايا عشان الجاه والمال ولولا رحمة ربنا بيا كان الكل حيسبني.